إلا كان شي حد خاصك تهتم به وتنتقده بشدة فهو راسك. كاينين بزاف ديال الحوايج انت عاجز تماما انك تخلص منهم، واخا انت عارف بلي هما حوايج عندهم تاثير سلبي عليك. نهار تلقى الحل كاع العادات السلبيه اللي فيك، بحال التكبر والاسراف استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، ولا تقلل من القيمه ديال الناس اللي دايرين بيك، ولا تبدا تعلم الحوايج اللي انت في امس الحاجه ليهم، بحال بعض اللغات ولا بعض البرامج بحال اكسيل ولا الوورد. وملي تحس براسك كامل مكمول وما فيك حتى عيب، ديك الساعه الا باقي عندك الوقت ولا الطاقه باش تنتقل ولا تحكم على الناس الاخرين، فعرف انك باقي عامر عيوب وفيك بزاف ديال الحوايج اللي خاصهم يتعالجوا. لان النهار اللي غادي توصل لدرجه بسيطه من الكمال غادي تكون يا اما كتوهم ولا عايش في شي بلاصه من غير الارض. والسلام.